لي الحقي شوفي علبه المكياج بتاعت عروسه البحر دي بتاعتك، تيجي نتفرج عليها. احنا شارينها يا جماعه للولي، دي علبه مكياج على شكل عروسه البحر. بصوا اول حاجه نوري اصحابك هي بتتقفل وتتفتح ازاي. استني بس شيلي ايدك احنا مش شايفين. بصوا هي بتيجي شكلها كده زي ما انتم شايفين اهي. استني بس يا لولي، هي لولي اللي اختارتها، هي مقفوله كده زي ما انتم شايفين. ايوه طبعا هي حلوه. استني بس يا لولي، بصوا هي كده شكلها زي العروسه بالظبط كده، عروسه اهو، يعني كده عروسه لابسه تاج ولابسه عروسه البحر، شكلها حلو قوي. لولي طبعا بتشربها بالبيبرونه اهو، وده شعرها لونه احمر. احمر ده ولا بينك؟ بينك يا جماعه، بينك. طبعا شكلها حلو. وبعد كده نفتحها بقى، يلا بقى عشان نوريهم الحاجات. نفتحها بقى نلاقي فيها المكياج، يعني ممكن انتوا تشتروها مش تكونوا عارفين ان هي بتاعت مكياج اصلا. بصي، وعلى فكره ده روج اهو، بصي حطي هنا يا لولي عشان يشوفوا حجمه صغنن. بصوا صغير جدا وبيحط فعلا، يعني لولي احيانا بتحط منه وهي بتلعب. بصي حطي على ايدي، شايفين اهو، ولونه كمان حلو قوي. لولي اصلا بتحب المكياج ودايما بتشتريه. وده بقى يا جماعه المكياج، دي فرشه بس فرشه بقى على شكل قلب. استني بس عشان انا عارفه ان صحابك البنات كلهم نفسهم في مكياج زي ده. بصوا لولي حطت اهي، بس لولي حطاه غلط، يعني دي فرشه هي على شكل مكياج قلب يعني. وبقى الالوان بقى، وعاملين كل شكل على كل لون على شكل، يعني ده شكل فراشه، الاصفر ده على شكل فراشه اهو، وده على شكل قمر، وده قمر برضو، والبينك ده فراشه. طبعا لولي بتختار البينك عشان تمكيج العروسه. وده على شكل ايه ده يا لولي؟ نجمه. وده مش فاكره ايه بقى بالظبط. ده شكل ايه لولي؟ ده شكل نقطة. فرشه الشعر كده، نقطه بس. هاي الجمال ده يا لولي، شكلك حلو. نيجي بقى يا جماعه في العلبه الثانيه زي الاولى، نفسها بالظبط. ايه رايكم بقى في علبه المكياج دي؟ ماما يلا عشان نروح العلبه الاولى. يلا بقى نوري اصحابك بقى المكياج بتاعك. يلا اقفلي ده وتعالي، يلا هاتي بقى الحاجات. استنوا يا جماعه اما نقفل ده علشان لولي توريكم. لولي عندها كيسه كبيره مليانه اساسا مكياجات اهو. اول حاجه بقى الصندوق. الصندوق ده مليان حاجات حلوه، وده صندوق لولي المفضل. ماما بصي هعمل لك نصها كده، حطي راسها الاول علشان نفرج الناس كده قصيره نونا كده صغيره جدا. طب كده بس كده راسها تحت. بصوا بقى يا جماعه، ده طبق الطاير ده لولي لما بتلبسه في الحقيقه بتتحول قوي جدا. بص انا هديها هديه لبابا. بابا خد اهي، اديتها هديه لباباها عشان هي بتحب باباها، مؤدبه. استني بقى اما نقلبه كده كله ونبدا نتفرج. دي بقى يا جماعه اهي توكه. بص السلسله بتاعت لولي، ودي ده حلق ده يا بنتي، حلق حلق اه، حطيه فوق دانها، هو مش باين الكاميرا مش موضحه. ودي طبعا توكه انا بحبها قوي، ولولي دايما بتلبس توك. استنى هوريكم التوكه اللي في شعرها دلوقتي اهي يا جماعه، دي في شعرها الحقيقيه، شايفين الالوان وحلوه على العروسه كمان. ودي طبعا توكه تانية شكل تاني، اكيد كل البنات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي بيحبوا التوك. وطبعا بقى ايه، خواتم، شايفين كوه شنطه فظيع. انت خليتي الخاتم شنطه. بصي كل الالوان، يعني هي لو لابسه مثلا فستان لونه بينك هتلبس الخاتم اللي لونه بينك اه، ولو لابسه فستان ذهبي او اصفر هتلبس ده، وبينك تاني واحمر. بتعيطي ليه؟ انا نونا. انتي نونا بيبي. وشايفين دي بقى التوكة دي، يعني عشان تلبسها على فستان العيد. انتوا اشتريتوا لبس العيد ولا لا؟ عشان ارد على البيت. وشايفين ده نفس الشكل بس لون تاني، شايفين اللمعة؟ ماما فين؟ مش عارفة فين البزازة. خدي دي رضعيها اهو، خدي الشاي اهو. يعني بزازة؟ مش عارفة فين البزازة، لما تلاقيها بوريها لنا عشان نوريها لأصحابي. حديدة حديدة اهي، شايفين البزازة بنحط فيها اللبن من هنا. حلوة الاكسسوارات بتاعتك، عجبتنا جدا. عندك تاني؟ ايه؟ اه طب ورينا الحاجات الباقية اللي عندك. يلا ده طبعا يا جماعة برفانات بقى، هي طبعا بتحب تحط برفان قوي ده. ورينا عندك ايه؟ وسيرم يا جماعة بتاع الشعر، بيخلي شعرها ناعم حرير حرير،
وقمر بقى وفرشة طبعا عشان تسرح شعرها يا جماعة. شوفوا ذهبي من تحت وحلوة ازاي. ها ودي طبعا توكة حريرة. بصوا والله التوكة الحريرة دي توكة اهي. توكة دي ولا مش توكة؟ توكة. استنى ما نوريهم اهي. بنمسكها كده شوفوا، تخيلوا كده ان انتوا لابسين توكة على شكل عروسة. دي ذوقك يا لولي؟ عشان لسه صغننة. ألبسك دي في العيد ولا التانية اللي فيها اللميع؟ أدي تختاري أنهي؟ لا والله دي ها. دي الصغنطوطة؟ لولي ما أنت ما بتحبيش اللي فيها عروسة؟ ليه؟ اللي فيها عروسة اللي هي اللي معاكي الحرير. أوه زي. طيب أوكي يلا وريني. بص بقى القصافة دي طبعا يا جماعة قصافة عشان نقصقص بيها ضوافر لولي، عشان لازم يا جماعة تحافظوا على نظافتكم، حطيها هنا عشان الناس يشوفوها أهي. خدي بالكم لازم تنضفوا ايديكم. بصوا عليها ايه حلوين قوي. هاتي عشان نوري الناس. بصوا بتلمع ازاي من لولي، كل حاجتها لميع، بتحب الحاجات اللي بتلمع جدا. عندك ايه تاني؟ ده مكياج برضو، بس ده مكياج حقيقي يا جماعه مش لعبه، ده مكياج حقيقي هي واخداه بتلعب بيه. وعندك ايه كمان؟ واو 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 على المونيكير الفظيع. ايه مش هتجيبي حاجه؟ استنوا يا جماعة علشان تقريبا المونيكير بتاعها وقع. حصل حاجة يا لولي؟ طيب هاتي كده اما نشوف. بصوا يا جماعة المونيكير بتاعها وقع والفرش بتاعته تقريبا ضاعت. ده كان لونه احمر وبيلمع اهو زي ما باين. يلا حطي اهي، هي لقيت الفرش بس اكيد المونيكير اللي جواهم نشف يعني. اهو هي قفلتهم. وده هي اللون المفضل ده، بتحب تحطه قوي. وده بقى اسمه ايه ده يا لولي؟ مقوي اظافر، بيقوي الاظافر بتاعت لولي. ماما ماما بصي كبير صغير صغير. ايوه فعلا ده ابوهم وامهم والنونه صح. مفيش هنا عمار. مفيش هنا عمار. طيب وده طبعا يا جماعه روج، ومش عايزه اقول لكم الروج ده في الحقيقه ايه. قولي لهم يا لولي الروج ده في الحقيقه ايه؟ في الحقيقه في الحقيقة يا جماعة الروج ده استيكة، بيمسح القلم الرصاص، محدش يتوقع كده خالص صح؟ اه. كفاية بقى لولي. كمان كل ده حاجاتك؟ شوفوا يا جماعة عندها حاجات كتير، بس بصراحة انا تعبت معلش بقى. وقصافة تانية عشان لولي بتهتم بنظافتها طبعا، نظيفة وشطرة لولي دي اشطر بنت. وطبعا روج وروج وحاجات حلوه كتير. ماما بصي هفتح حضنك ده خربان بايظ فاضي وفاضي برضو. وده بقى مش هقول لكم ايه يا ترى ايه. واو. اساعدك معلش. حصل خير. اساعدك. جميل جميل فظيع. استني اهو يا جماعة. يا سلام بيطلع وينزل. يلا بقى يا جماعة لو عجبكم الفيديو ماما فيها بيت تانية عايزة اوديها لك. بس انا تعبت. دي طبعا يا جماعة فرشة بتتحط في الشعر. هوريك ايه حاجات حلوة. وريتيني كتير. ومراية اهي. هوريك حاجات حلوة. هوريك حاجات حلوة تاني. ماليش اي دعوة بقى. ملكيش دعوة ازاي؟ ما حاجات حلوة دي بقى اكل يا جماعة. جيلي وايس كريم. ايس كريم. واو واندومي كوري اهو. ده كان طعمه تحفه، انا نفسي فيه تاني، انا لازم اشتري واحده تانيه. كان حر علي وعجب. هو كان حر فعلا بس الصراحه طعمه حلو صح. ادي 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 ده حبيبي عايزني سكر. يلا بقى يا جماعه اعملوا لنا لايك كبيره جدا للوني. ماما ماما تلج تلج تلج. ده تلج افراح، ده من اللي بيترش على الافراح. بس بصوا بس بايظ من فوق يا جماعه، مش لاقيين البتاع اللي بتتحط هنا بقى علشان ايه نرش. لو كان عندنا كنت هترش على مين؟ هرش عليك. عليا انا؟ ليه لولي ده انا بحبك. هرش على بابا وماما. هترش على كل الناس يعني؟ وهرش على زكي كده. ماشي يلا بقى قولي للناس يلا ما تنسوش يعملوا لنا ايه. بس بصي انا هاكل روج. تاكلي روج؟ في حد بياكل روج؟ اه طبعا. يلا قولي يلا لاصحابك ما ينسوش يعملوا. ماما بس. لا يا لولي انت كده بتبهدلي. لا كده ماما تزعل. لازم تحافظي على حاجتك. نو 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 نو. لا يا لولي هزعل كمان. هزعل والله. لا يا لولي ما تحطيش. يلا بقى يا جماعه اعملوا لنا لايك كبير للعالم.
بحب. يلا باي، خلاص باي دول.